معانا بس تليفون مهم عشان توضيح الحقائق. معانا الاستاذ هاني زهران محامي الكابتن رمضان. اهلا بك يا سياده المستشار. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مبروك النهارده البراءه للكابتن رمضان. وهنا خلي بالك في بوكس تو بوكس كنا اتناقشنا في اكتر من مره وكان في اراء يعني منقسمه. كنت انا والكابتن بشير متاكدين ومتيقنين ان هو من براءه الكابتن وانه الاجراءات اللي تم اتخاذها دي يعني غير مسبوقه. احنا دايما بيبقى يا تتوقف بيتم اختيار يقول لك اتوقف لحين ظهور العين الثانيه او كمل ولما تظهر العين الثانيه. فاول مره نشوف هذا الاجراء. وانتقدنا برضو تصريحات رئيس اتحاد الكوره وانتقدنا برضو تصريحات رئيس لجنه الرئيس النادي المصري وتصريحاته وتلميحاته ان هو يعني رمضان لازم يبحث عن طريقه للخروج من هذه الازمه. واعتقد انا شخصيا اعلم جيدا ان النادي المصري هيبقى معاه موقف في هذا الامر من الوكاله الدوليه. اهلا بيك ويا ريت توضح لنا النهارده ايه الحكم اللي حصل عليه الكابتن رمضان صبحي. والله احنا الحمد لله النهارده ربنا وفقنا، يعني امبارح حصلنا على قرار من لجنه الاستماع برفع الايقاف عن رمضان الحمد لله. الموضوع ببساطه ان هم كان في اتهام لرمضان بالتلاعب او باستخدام طريقه محظوره عند عرض العينه عند صاحب العينه منه. ودي كانت يعني بالنسبه لنا احنا طبعا كفريق قانوني اول ما شفنا الموضوع تنبهنا ان في طبعا عوار جامد جدا في الاجراءات وفقا للوائح، وخاصه فيما يتعلق بالاتهام بالتلاعب، لان طبعا في مسؤوليه بتقع على ضابط المنشطات نفسه اصلا بيدخل معاه اثناء العينه والشين اوف كاستدي ونقل العينه نفسها، نقل العينه نفسها بعد ما بتخرج من اللاعب خلاص هي بتفيده هو. صح. ودليل براءتنا كان ان في عينه ثانيه اتاخذت منه بعد 45 دقيقه واتحللت ثلاث سلبيه. ورمضان ما كانش عنده عينه ايجابيه وتاريخه ما فيهوش اي ايجابي خالص من النشطات. العينه الوحيده اللي طلعت هي مش طبيعيه اللي هي غير نمطيه هي العينه اللي اتاخذت شهر اغسطس واتاخذ بعديها عينه ثانيه ثلاث سلبيه، فده دليل براءتنا اصلا. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى تمكنا من تقديم كل مستنداتنا امام اللجنه واللجنه انتهت الى انها رفعت الايقاف. طيب انت بتقول غير نمطيه والبعض كان بيقول انها غير ادميه واتهم ان الكابتن رمضان في وقتها انه حصل تلاعب في العينه. هو التقرير بتاع معمل برشلونه بيقول ان هي نون هيومن يورين غير ادميه غير انسانيه، بس هي الاتيبيكال فايندنج يعني عينه غير نمطيه. الاتيبيكال فايندنج ده هو ده الاتهام اللي بيبقى موجود وفقا لوائح الوعده. تمام. الملف اتقفل خالص يا متر؟ الحمد لله حتى الان، ولكن طبعا في مجال الاستئناف من قبل النادو اذا ارادت ذلك، اذا رات ان في اي عوار في القرار. واحنا ان شاء الله جاهزين سواء للاستئناف او للتصعيد امام المحكمه الرياضيه الدوليه اذا استدعى الامر ذلك. طب يعني الدكتور يعني العالم الجليل طبعا الدكتور حازم خميس كان اتكلم ولمح ان هو رمضان صبحي يعني محتاج يعني يشد حلو يثبت دلائل قويه لانه الموضوع مش سهل. واعتقد ان التصريح كان يعني جنبه الصواب باعتباره هو مسؤول وليس خصم في هذا الموضوع. وحصل جلسه استماع اولى وجلسه استماع ثانيه واستمرت سبع ساعات. هل كان في صعوبه امامكم في اقناع اللجنه في الجلسه الاولى والجلسه الثانيه اللي استمرت سبع ساعات؟ وكان في دفوع مثلا متقدمه منهم ولا كانت الدنيا واضحه بالنسبه لكم من الاول؟ حضرتك الجلسه الاولى كانت 11 ساعه. 11 ساعه. الجلسه الثانيه كانت بعديها ب 20 يوم 8 ساعات. يعني توتال 19 ساعه. والحقيقه لجنه كانت لجنه مشكله من ناس افاضل وخبراء قانونيين واطباء متخصصين. ودونا المده دي نفسها 19 ساعه دي تدي حضرتك الانديكيشن ان هم ادوا الاطراف كل السبل المتاحه وقت المطلوب لاثبات ما يمكن اثباته وتقديم مستنداتهم وادعاءاتهم يعني، وسماع شهود كمان سواء كل الدي سي اوز اللي كانت مشتركه في عمليه الوير اباوت بتاعت رمضان خلال السنه اللي فاتت او بعض الاداريين في النادي اللي هم بيشرفوا على عمليه سحب العينه. ف احنا ما وجدناش صعوبه الحقيقه لان اللجنه كانت يعني على علم حقيقه يعني كل واحد فيه يعني كل واحد من اعضاء اللجنه في مجاله كان خبير وعارف هو بيبحث عن ايه. واحنا من ناحيتنا طبعا كانت الموضوع موضوع اجراءات يعني، واغلبيه عايز اقول لحضرتك ان اغلبيه الامور اللي اتسربت او الكلام اللي اتسرب خلال الفتره اللي فاتت من اللجنه ان هو كان بيحصل جوه اللجنه او بيدور جوه الجلسات ده كان كلام مش صحيح، حتى اذا كان طالع من رئيس منظمه الوطنيه للقحط البشري.
هل حضرتك يعني في استياء من موقف اتحاد الكوره واعلان الاستاذ جمال علام ان هو قبل الاعلان ان هو يعني وده طبعا مخالف للوائح ان هو اعلن ان هو ايقاف رمضان صبحي وحصل البلبله وقال لك ان هو ثبوت عينه المنشطات وبعد كده تصريحات الدكتور حازم خميس؟ لا هو قال ايجابي اصلا، في استياء ثبوت بس قال ايجابي يعني هو قال ايجابي وما كانش ايجابي، دي عمرها ما حصلت في حياه رمضان يعني. وايجابي دي تهمه شديده، تهمة يعني تشهير شديد. طبعا ايجابي منشطات يعني تشهير يعني في الرياضه يعني يعني بعد اذنك يا متر استنى بس لحظه كمل الجزء اللي انا كتر. انا اصل هنا دي نقطه مهمه عشان انت عايز تحملني بعد اذنك يا متر. تحت امرك انت رئيس اتحاد الكوره بتاعك اللي هو الكبير عندك هو اللي طلع قال ان رمضان عينه ايجابيه زي ما انت بتقول وقويه قوي الكلمه دي صح. انا كلاعب كوره وبشوف ان الناس اصدق ولا ما اصدقش؟ ما تصدقش مش بتاعته اصلا عشان يقول كده عبليل. انا راجل معرفش مش دوره. ما تصدقش هو دوره. اما رئيس اتحاد الكوره مش دوره مش بتاعته هو ايه اللي خليه يقول كده اصلا يعني؟ طيب يا متر نسمع بس نسمع سياده المستشار ونرجع نكمل. هو عاده في الاجراءات اللي بيتم ان هو اللجنه المنظمه لما بتيجي تخاطب اللاعب بتخاطب اتحاد الكوره وبتخاطب اللاعب، ففي نفس الوقت اللي اللاعب بيجي له فيه جواب اللي هو سواء بيطلبوا منه تفسير لعينه او بيتهموه حتى باتهام معين وبيدوا له قرار ايقاف بيبقى اتحاد الكوره دايما ادرست هو كمان يعني موجه اليه كمان الجواب مش حتى صوره دوريه بس بروتوكوليا مش من حقه يعلن. مش المفروض دي امور سريه جدا وخاصه لما تكون لسه في اطار التحقيق يعني يعني لانها اتهام يعني زي ما بقول لحضرتك دي شبه في مجال الرياضه اتهام بالتشهير. هل بكل صراحه ممكن تقاضوا رئيس اتحاد الكوره؟ احنا حاليا بنبحث طبعا الفتره اللي فاتت لان في تشهير حصل في رمضان وفي ضرر مادي وادبي وقع على رمضان بسبب قرار الايقاف او بسبب التصريحات اللي كانت طالعه من مسؤولين او من بعض الاعلاميين الكبار. يعني المسؤولين هم عندنا المسؤولين اللي هو رئيس اتحاد الكره ورئيس رئيس الوكاله المصريه للمنشطات هم دول المسؤولين اللي هم تحدثوا في هذا الامر. يعني حقيقي انا مش عايز مش بحاول اتجنب اقول حد بس ما اقدرش اقول لحضرتك مين بالظبط لان انا حاليا لسه ببحث انا وفريق العمل بنسمع كل المداخلات بنسمع كل البرامج اللي حصلت اللي كانت بتتكلم على رمضان في مداخلات برضه اعلاميين شايف ان هو كان يعني اخضع يعني تشهير هيكون طب يعني كابتن عبد الجليل كده خلاص تمام قضى قضيه كابتن بالظبط كده انا تحت امرك يا جميل قلبي اصل انا لما رئيس اتحاد الكوره بتاعك يطلع يقول ده موقوف حاجه اقول له لا اصل احنا معانا الكابتن عبد الجليل فبنبلغ عليه معاك عشان تبقى عامل حساب بس كابتن عبد الجليل على راسنا عشان تبقى عامل حساب بس يا سياده المستشار معاك في القضيه انا هقول لك يا متر بص يا حبيبي ياما متعنا ده على راسنا الله يسترك انت عارف ان رمضان ده يعني ابني الصغير خالص المهم طبعا انت ابن النادي ده هو ده ابن النادي اللي انتوا طلعتوا عملتوا اعلان ابن النادي ابن النادي نسيته يا كابتن نسيته ابن النادي هو ما يتنسيش بس هو ابن النادي فعلا سياده المستشار انا عارف ان حضرتك بتركز على الجانب القانوني لكن برضه بعيد عن الناحيه القانونيه ما شعرتش انه يعني ان هو في تحامل او مقصوده ان هو التوقيت ده يعني او ان هو مع رمضان صبحي ممكن يتعمل كده وما كانش يتعمل هذا الاجراء مع لاعب اخر في الاهلي او الزمالك يعني بعيد عن الناحيه القانونيه بتهيألي كل مصر مش انا بس يعني التوقيت بتاع ان هو يتوقف قبل ماسك المنتخب بيومين ده ما كانش طبيعي ده عليه علامات استفهام كتير بتهيألي برضو ان هو يتوقف مع ان في نفس الوقت واعفيني طبعا عن ذكر اسماء لان الناس كلها المفروض تبقى عارفاها في نفس الوقت كان بيطلع كلام واشاعات ورؤساء انديه كانت بتطلع تقول ان في لعيبه عندهم بتتعاطى صح وما كانش بيتحقق معاهم ولا كانوا بيتوقفوا ولا كان بيحصل معاهم ربع اللي حصل مع رمضان فهي دي علامات استفهام طبعا برضو دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنبص لها لان مش احنا بس اللي تضررنا كلاعب انا بتهيألي النادي بيراميدز كمان تضرر لان اللاعب هو اتحرم من مشاركه اللاعب في ماتشات مهمه والمنتخب الوطني نفسه مظبوط طبعا طبعا فالضرر وقع علينا جميعا يعني منتخب والنادي واللاعب ويعني ودي حاجه زي ما بقول لحضرتك احنا بنبحثها حاليا عشان نشوف ايه الخطوات اللي جايه باذن الله هنسلكها طب النهارده كان في تدوينه برضو للكابتن شريف اكرام قال لك ان هو ضحيه للعشوائيه والتخبط وانه لن نسكت عن هذا عن ما حدث وانه كل من يعني اساء للكابتن رمضان هيتم يعني يعني ايه اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده. هل بالفعل كابتن رمضان كان ضحيه للعشوائيه والتخبط؟ هو القرار بتاع اللجنه بيثبت وفي صيغه القرار يعني حتى قبل ما اشوف الحيثيات هتشرح اكتر طبعا بس في صيغه القرار نفسه بيقول ان الادله غير كافيه احنا لم يعني ما طلعناش اصلا للمستوى الثاني من الاتهام ان احنا نبتدي نشوف نبحث رمضان هو ما قدمش ادعاء كافي
النادو ولا الاجراءات بتاعه كانت كافيه ولا التحقيقات كانت كافيه عشان يوجه اتهام بالتلاعب. انا بصراحه يعني على مدار التاريخ الصحفي ما شفتش واقعه زي كده ان هو الايقاف لحين نهايه التحقيق. يعني انا ما اعرفش، بالنسبه لي واقعه غير مسبوقه. يمكن حضرتك ادرى يعني من الناحيه القانونيه، يعني دايما لا اما ايقاف. لا هو وفقا للوائح بتاعه هي موجوده يعني، بس هي مذكوره في يعني هو في ايقاف اختياري وفي ايقاف اجباري. تمام. هو احنا طبعا لما بنختار، لما تم اختارنا بالجواب بتاع شهر 5 اخر شهر 5 بنحط توقفنا 4 سنين وعندنا بعض الحلول، ادونا الاوبشنز بتاعتنا في الجواب. احنا اخترنا ان احنا كان من حقنا نطلب جلسه طارئه لرفع الايقاف فقط دون نظر في الموضوع. ولما تنعقد الجلسه دي على حسب قرارها بعد كده نطلب جلسه استماع. احنا خوفنا حقيقه من الوقت لان احنا كان عندنا امل كبير ان الموضوع يخلص بسرعه ورمضان يلحق معسكر المنتخب او يلحق بعض المباريات مع فرقته. فقلنا طبعا نلجا على طول مره واحده للشورت تراك اللي هو نطلب لجنه استماع، لان كنا بشبه متاكدين ان الاتهام بالتلاعب والاتهام باستخدام وسيله محظوره ما بيديلكش حق اصلا ان انت ترفع عنك الايقاف اختياري. يعني مش هيقدر ياخد الريسك ان هو يرفع عنك ايقاف اختياري ان انت عندك في تلاعب. التلاعب ده 4 سنين. التلاعب ده مش يا 4 سنين يا براءه. الموضوع 4 سنين. انا بصراحه النهارده اتواصلت مع الكابتن رمضان وكانت معنوياته مرتفعه جدا يعني بصراحه، لان هو يعني تعرض برضه لظلم لاعب زي ما انت قلت 4 سنين مهدد، وهو يشعر ان هو كان بالظلم ويشعر ان هو حاجه مقصوده. فهو بصراحه النهارده يعني الراجل معنوياته مرتفعه وراجل دخل المعسكر وبيقول ان هو يعني رده هيكون في الملعب.